فن إعداد المرافعة. بالبساطة أنا ما حبيتش أضيع وقت في شرح شخصية المحامي وشرح إزاي تكون شخصية المحامي، لأن إحنا قلناه في الحلقات اللي أنا ذكرتها، عشان ندخل النهاردة في مضمون الحلقة على طول، فن إعداد المرافعة، ونستثمر إعداد هذه الحلقة في المرافعة أمام محكمة الجنايات في أي جناية بصفة عامة، لنتحدث عن كيفية إعداد المرافعة، المرافعة القوية والمؤثرة لتصل إلى يقين المحكمة وإلى عقيدتها في تكوين الرأي في القضية المعروضة عليها. طبعا أنا أحب أكد أن لازم يبقى الشكل اللي أنا قاعد بيه قدامك ده هو شكلك وانت داخل محكمة الجنايات، البدلة الكاملة وعليها الروب هو ده مظهرك وانت داخل محكمة الجنايات، وده بيبني ثقتك بنفسك ان الدائرة اللي انت واقف قدامها انت بتمثل قضاء الواقف وهي بتمثل القضاء الجالس، يعني تبقى عندك ثقة بنفسك في البداية. هنقول ازاي انت بتعد المرافعة في فن اعداد المرافعة. اولا لازم يكون عندك فلسفة وبعد نظر في قراءة القضية. ملف القضية محطوط قدامك، صورة القضية، عايزين نبتدي نحط فيها مرافعة مهما كان نوع القضية، قتل، اغتصاب، سرقة بالإقراه، سلاح، مخدرات، أي نوع من القضية. بتحط القضية قدامك، بتقرأ الجناية أو القضية المعروضة عليك قراية دقيقة وقراية بتأني بوضوح، بتبتدي فيها من أول نقطة محطوطة فيها وهي محضر جمع الاستدلالات المحرر بمعرفة الشرطة، تبتدي تقرأ المحضر ده اتعمل فيه ايه وتقال فيه ايه، وهل في شهود في المحضر ده شهدوا على الواقع ولا لا، تبتدي تكتب كلام ده وتعمل فهرسة او مسودة قدامك في ورقة كده للعناصر المهمة اللي لفتت نظرك في المحضر. تخش بعد كده الى محضر تحقيقات النيابة، نفس الكلام، لو انت اللي حضر تحقيقات النيابة زي ما قلنا قبل كده بتبين في تحيات النيابة إذا كان في سموع سجود عايزهم يتسمعوا في التحقيقات، إذا كان ذكرت أسمائهم حتى لو النيابة ما استدعتهمش تتمسك بالطلب نفسه في المحكمة زي ما نشوف بعد كده. وأنوه إلى نبد التركيز في النقط اللي هتكلم فيها دي، قرار الاتهام والشامل للإحالة والقيد والوصف للجناية في شموله لبنود الاتهام الموجهة للمتهم. اقرأ قرار الإحالة، شوف ايه تهم الموجهة للمتهم، ايه والمواد اللي بتسند التهمة للمتهم، المواد القانونية في قانون العقوبات اللي بتسند التهمة للمتهم، هل هي فعلا تنطبق على حالة المتهم ولا ما تنطبقش، هل هتطلب تعديل القيد والوصف بعد كده ولا مش هتطلب. دي حاجات مهمة جدا تركيز فيها، والتركيز فيها يعني ذاكر بالورقة والقلم كأنك داخل امتحان، جهز القضية بالورقة والقلم، ما تقعدش تقرأ قراءة الجرنان كده عشوائية وفي الآخر ما توصلش بمعلومة مفيدة. هتقرأ كويس قوي أدلة الثبوت، طبعا بيبقى فيه قرار إحالة بيبقى فيه قصادها أدلة الثبوت. أدلة الثبوت دي اللي النيابة العامة لما وجهت الاتهام استندت إليها في إثبات التهمة على المتهم، زي الشهود لو في شهود الواقعة، تحريات المباحث، لو في أي دليل آخر ضده بتحطه أدلة الثبوت. عندك تقرير المعمل الجنائي إذا وجد، إذا كان في الواقعة بتحوي جريمة فيها تقرير للمعمل الجنائي زي وقائع الحريق مثلا او المخدرات، وتقرير الطب الشرعي اذا كان الواقعة فيها تقرير طب شرعي، وده كثير جدا زي الطعن زي القتل كل والاغتصاب، كل القضايا اللي فيها تقرير طب شرعي برضو تقراها اذا كان هناك تقرير طب شرعي في جنحة تحولت لجناية كعاهة مستديمة حاجة من هذا القبيل، لازم تقرأ التقرير بدقة كدليل اثبات فراق. في جزئية خطيرة ومهمة جدا، هل الواقع فيها شهود شهدوا، قالوا ايه، هل الشهود دول اقوالهم متطابقة ولا متناقضة، هل الشهود دول يثبتوا التهم على المتهم ولا اذا ناقشتهم زي ما هنقول بعد كده
تناقضهم في الأقوال ينفي التهم عن المتهم وتبقى سبب في براءة المتهم. كل ده أمور دقيقة. كمان في حاجة مهمة وخطير، تحريات المباحث حول الواقع. المباحث طبعا بناء على تكليف من النيابة العامة بتجري تحريات حول أي واقع. أنت باستقراءك للموقف وتطبيقه على أقوال الشهود وتطبيقه على معطيات القضية وكل عناصرها، هتفهم إذا كانت تحريات المباحث اللي محطوطة في القضية دي تحريات جدية واقعية ولا تحريات مكتبية. تفرق، لأنك لو تحريات جدية وواقعية لازم تشوف هو استند في تحرياته إلى إيه، وإنت بعد كده زي ما هقول هتفند الإيه الأدلة دي، يعني تحاول تكسر الأدلة والأسانيد اللي هو بيثبت التهمة بيها على المتهم، لأن ده دورك في الدفاع. فتحريات المباحث دي لازم تدور حوالي النقطة دي، لأن إنت بعد كده إذا ظهر أدلة ضد تحريات المباحث وأظهرت الأدلة أن تحريات المباحث دي تحريات مكتبية وليست حقيقية ولا واقعية، من حقك أنك تطلب أمام المحكمة استبعادها، زي ما محكمة النقض قالت واستقرت أحكام على كده، استبعاد التحريات من الأوراق وعدم اعتبارها ورقة من أوراق الدعوة كأنها مش موجودة وتمشي القضية من غيرها. ليه الكلام ده؟ عشان التحريات هيكون لها دور هام جدا وفي في تحقيقات النيابة بتستند دايما إلى مواجهة المتهم بالتحريات اللي حصلت. عشان كده بقول لك دقق إذا كانت التحريات دي حقيقية ولا تحريات مكتبية. تحريات مكتبية عملها وزارة المباحث بناء على سماع من الناس أو بناء على مناقشة المتهم في مكتبه، دي تحريات مكتبية. هل هو نزل إلى أرض الواقع وتحرى من مكان الحادث عن حقيقة الواقع؟ تفرق دي عن دي. كمان لازم تفهم من ملف الدعوة أو من محضر الجناية قدامك في أمام النيابة. أولا محضر جمع الاستدلالات، طالما تم تحقيقات معرفة النيابة كجهة قضائية محضر جمع الاستدلالات لا يعول عليه إلا فيما هو مفيد للمتهم كشهادة الشهود أو شيء من هذا القبيل، لأن محضر جمع الاستدلالات هو مجرد تجميع لعناصر الواقع وليس تحقيقات مثل تحقيقات النيابة. اللي يعول عليه في الجناية تحقيقات النيابة. عشان كده بقول إيه، في تحقيقات النيابة وانت بتقرأ بعد ما قريت العناصر دي كلها، هل المتهم اعترف؟ هل إذا كانوا أكتر من المتهم حد منهم اعترف على التاني؟ ليه؟ لأن دي لها معطياتها في القضية، لأن هو طبعا اعتراف متهم على متهم في الجناية لا يجوز، هما كلهم في مستوى واحد، فممكن يكون متهم بيعترف على متهم عشان ينجي نفسه ويثبت التهم على المتهم التاني، حاجات من هذا القبيل وأمور يعني شائكة توضحها بسيط جدا لو فهمت، توضحها بسيط جدا في الخيط الرفيع بتاعها لو فهمت اللي ده بنقول عليه. إذن لابد من قراءة الجناية بتركيز عالي جدا في كل الأمور اللي أنا اتكلمت فيها دي، ولازم يبقى لك بعد نظر وبفكرك القانون اللي احنا بنقول عليه والملكة القانونية اللي متربية عندك مع المدة ومع المحك العملي والشغل، لازم يبقى عندك نظرة لما بين السطور من معاني، ايه المقصود من اقوال المجنى عليه، هل معنى كلامه انه بيخفي شيء وراء كلامه، هل في تورية في كلامه. نفس الكلام بالنسبة للمتهم او للمتهمين، هل في نفس الشيء ولا هي كلام مباشر وواضح. لازم تقرأ المعاني اللي بين السطور وتفهم المستفاد منها ضمنا حتى ولو لم يذكره صراحة المستجوب سواء كان المجنعي أو المتهم. إذا انتهيت من القراية الموضوعية دي لملف القضية وركزت في العناصر قلنا عليها وبدأت زي ما بقول وانت قاعد كده ماسك ورقة وقلم وتكتب عناصر دفاعك من خلال القراءة
انك لاحظت في اقوال المجني عليه كذا، لاحظت في اقوال الشهود كذا، الشاهد الفلاني قال كذا والشاهد التاني قال كذا، تناقضوا مع بعضهم. اذا لاحظت في تقرير المعمل الجنائي كذا، في تقرير الطب الشرعي كذا، اذا لاحظت في اقوال المتهمين واعترافاتهم كذا، تحريات المباحث لاحظت فيها كذا، تكتب ملاحظاتك كلها من خلال القراءة الدقيقة لموضوع الدعوة سواء في محضر جامع السادات او في محضر التحيات. ليه؟ لان انت من خلال القراءة والعناصر اللي انت كتبتها دي يبتدي دورك في اعداد الدفاع. فين فن اعداد الدفاع والابتكار القانوني؟ فين فن وفلسفة اعداد الدفاع اللي مبني على فكرك القانوني والملكة القانونية؟ دورك خطير جدا ومهم في الدفاع في هذه القضايا، انك انت لابد ان تفند ادلة الثبوت، وعليك دور خطير في تكسير ادلة الثبوت حتى تهدم كيانات الدعوة امام المحكمة، وهو ده طريق حصولك على البراءة في الجنايات. لتؤسس دفاعك واوجه الدفوع تأسيس جوهري أمام المحكمة تنطق بها أوراق القضية من خلال مطابقة دفاعك اللي انت أعددته مع ما ورد في أوراق القضية. في فن وفلسفة إعداد المرافعة لابد أن توظف كل ما ورد في القضية لمصلحة المتهم، لمصلحة موكلك طبعا. وما الحط له البراءة استنادا على ايه؟ لازم توظف كل دور لمصلحته. وإذا كان هناك أي دور من الأدوار تدين المتهم، لابد أن توجد من خلال القضية ما هو مبرر هذا الدور وما هو العكس حتى تثبت براءة المتهم منه. ليه؟ لأن لابد أن يكون دفاعك دوره محوري حول تفنيد أدلة الثبوت وهدمها. وانت بتكتب الدفاع زي اللي ماسك معول وبيكسر أعمدة خرسانية البيت، بيهده. انت بتكسر الأعمدة الخرسانية لأدلة الثبوت عشان تهدها وتهد القضية من كيانها عشان تحصل على براءة المتهم. ده الدور القوي بالظبط. وحسب قراءتك لعناصر القضية المعروضة لازم تاخد بالك من نقط مهمة انا هقولها. أول حاجة، هل هناك دفع بالكيدية وتلفيق الاتهام ضد المتهم بتاعك؟ هل هناك جانب من استحالة حدوث الواقعة أو عدم معقوليتها كما رواها المجني عليه أو كما أوضحتها المباحث في تحرياتها؟ هل المتهم غير موجود على مسرح الجريمة والشهود بتوعك أكدوا إن ما كانش موجود على مسرح الجريمة، أو قدمت دليل مثلا إن كان مسافر في الخارج أو كان محبوس على ذمة قضية في دائرة تانية ما هوش موجود على مسرح الأحداث؟ كل هذه الأحداث مهمة جدا. ممكن المتهم يكونش موجود على مسرح الجريمة، زي وقائع كتير بتحصل قدامنا في القضايا، متهم محبوس وفي قلب سجن وادي النطرون وبقدرة قادر اتعملت له قضية مخدرات جوه السجن وهو بقاله سنتين في السجن. جات له المخدرات منين ودخلت له السجن منين؟ اذا كان الاكل والسجاير اللي بيدخلوا له السجن في زيارة اهله بيتفتشوا، بيتكبوا كده عشان يتفتشوا، دخلت المخدرات ازاي؟ لابد تكون دخلت له من جوه السجن، ولابد دخلت له من جوه السجن للمسؤولين على الاشراف ورعاية المساجين. انما هيجيبها منين المسجون بقاله سنتين في السجن؟ هيجيبها منين؟ هيزرعها جوه السجن؟ استحال. هدي من الوقائع اللي بيبقى فيها استحالة حدوث. هيجيبها منين؟ حاجة غير معقولة خالص وبتحصل وحصلت عملا، واشتغلت في قضايا من هذا القبيل، ولما اثبتنا الكلام ده امام المحكمة طبعا المحكمة يعني فهمت ان ده تلفيق تهم لمجرد لاول ولا تلفيق تهم، واظهرت احكامها بالبراءة عن الاتهامات دي. ده مثل لعدم معقولية الواقعة واستحالتها، مثل بسيط كده. واحد مثلا مسافر بره في الخارج وفي شهادة تحركات من الجوازات بتقول ان هو مقيم بقاله 16 او بقاله سنة خارج البلاد، تقوم النهاردة هو خارج البلاد
تحط اسمه في واقع لانه قتل واحد او لانه ضرب واحد طعن وعمل له عاهه مستديمه او سرقه بالاقراء او اي شيء من هذا القبيل، ده طبعا تلفيق اتهامات وكيديه في الاتهامات وفيها استحاله حدوث واقعه وفيها ليه لعدم وجود المتهم على مسرح الجريمه. حاجات عناصر كتير بتكون مع بعضها. كمان لو في واقعة مثلا زي القتل او شروع في قتل او جنحة تحولت الى جناية بعد ان ثبت بالتقرير النهائي انها عاهة مستديمة، انها احدثت عاهة مستديمة اصبحت جناية، هل اقوال المجن عليه في محضر جامع الاستدلال في تحقيقات النيابة هل تناقضت مع التقرير الطبي المرفق بالأوراق ولا تطابقت معها؟ بمعنى ايه؟ ما ممكن المجن عليه بيقول ان انا ضربت بفاس في دماغي، طبعا عشان ضرب فاس في دماغه لازم دماغه تدشش حتت، يجي التقرير الطبي يقول عنده كدمة جنب الودن مثلا، شيء طبعا لا يمكن ان ينطبق. الأداة المستخدمة في ارتكاب الجريمة لا تتطابق مع النتيجة اللي حدثت، يبقى التقرير الطبي متناقض مع الأقوال، يبقى هناك تناقض بين الدليلين القولي والدليل الفني في الأوراق وهو بذاته يهدم الاتهام. طيب هنوصل لجزئية شائكة هي صدمنا دايما مع رجال الشرطة وضباط المباحث في التحقيقات وفي الأوراق، ودايما نطلبهم نستجوبهم أو نناقشهم قدام المحكمة فيما حرروا من تحريات المباحث حول الواقع. في أغلب الأحيان مجري التحريات بيستشفها من أقوال المتهمين أو المجن عليهم وهو بيتناقش معهم في مكتبه، يوم يستشف الاحداث او ساعات ينقلها من البلاغ المقدم اليه ينقل ويقول ان حقيقه الواقعه وينقل ايه ان اصفرت التحريات عن صحه الواقعه او صحه الواقعه المبلغ عنها او عن حقيقه الواقعه، ويكتب اي كلام لمجرد انه قرا الشكوى وخد منها العناصر بتاع الاتهام او ناقش المجن عليه او ناقش المتهمين يستشف منهم تحريات يكتبها مكتبيه كده اي كلام، ونتفاجئ بعد كده ان امام المحكمة ان شهود الواقعة بينفوا كل التحريات وينفوا الواقعة من اساسه ويثبت ان التحريات دي مكتبية وليست تحريات حقيقية لان ضابط المباحث لا انتقل الى مسرح الجريمة وتحرى عنها ولا سأل حد ولا يعرف حاجة، هو بيسدد ورق وقاعد على المكتب. فبنطلبه ونناقشه في الكلام ده امام المحكمة وبنطلب الشهود ونناقشهم فيما ذكروا في أقوالهم أمام المحكمة لنفند أسانيد الاتهام زي ما قلت، ماسكين معول وبنكسر أعمدة الجريمة. طيب هل أنا قعدت أقرأ القضية في تحيات النيابة المحامي الحاضر مع المتهم في تحقيقات النيابة هل طلب من النيابة طلبات لتحقيقها في صالح المتهم بتاعه زي طلب سؤال شهود معينين او طلب معينة على مكان الواقعة او طلب اي حاجة من هذا القبيل، اي شيء من هذا القبيل مؤثر في دور المتهم او في موقفه من الواقعة وبالتالي في الرأي في الجريمة، وهيؤثر بعد كده في رأي المحكمة لما تتعرض عليها القضية. هل انا عملت الكلام ده في تحقيقات النيابة وهل النيابة حققتها ولا تجاهلتها؟ احيانا تطلب الكلام ده قدام النيابة يوم وكيل النيابة يقول لك ده شيء مش مهم، ده شيء ما احنا مالنا ومال الكلام ده مش عارف ايه، اثبته في محضر التحقيقات، اثبته على طلباتك في تحقيقات النيابة. ليه؟ لان هي ذات الطلبات اللي ما حققتهاش النيابة هتبقى طلباتك في الدفاع امام المحكمة من حقك تتمسك بيها، ويبقى هنا في قصور، انا بقولها قصور في تحقيقات النيابة حول الواقعة في النقاط المهمة اللي انت عرضتها في التحقيق والنيابة ما حققتهاش، قصور في تحقيقات النيابة.
ودي جزئية مهمة برضو. تقرير الجهة الفنية زي المعمل الجنائي، الطب الشرعي، او اي تقرير تاني حول الواقعة من اهل الخبرة اللي استعانت بيهم المحكمة او النيابة في تحقيق الجريمة، زي الادلة الجنائية، زي المعمل الجنائي، زي الطب الشرعي، بيورد قضية تقرير في القضية، التقرير ده بيبقى من دعائم الثبوت في القضية. ومن حقك اذا لقيت ان التقرير ده فيه خلل، فيه خلل فني، من حقك انك تطلب اللي حرر التقرير وتناقشه في التقرير اللي ورد بمعرفته، ويحضر في المحكمة وتناقشه امام المحكمة، سواء كان طبيب الشرعي او سواء كان ضابط المباحث العامة التحريات او سواء كان المعمل الجنائي، اي واحد عد تقرير او دليل ثبوت في القضية حتى لو الشهود، من حقك انك تطلب تناقشهم طالما ذلك لك حق فيه من خلال الاوراق، وطالما ذلك كان في مصلحة المتهم ومصلحة الدفاع عن المتهم، تطلب مناقشة الناس دي كلها. ليه؟ لأن في مناقشة الناس دي إظهار لحقيقة الواقعة، وإظهار لموقف، حقيقة موقف المتهم اللي أنت بتحضر معاه عشان تثبت براءة المتهم من خلال تفنيد الدفوع، وزي ما قلت تكسير أعمدة أدلة الإثبات. قد يكون هناك في الواقعة، وده بيحصل كتير، عدة تحريات بناء على تعديل الأقوال في الواقعة لإضافة متهم جديد أو استبعاد متهم أو إضافة دليل جديد من المجن عليه. كل كم يوم يقوم رايح يقدم طلب لوزارة المباحث يقول له إن في ظهر عندي حاجة جديدة، يقوم يفتح الأقوال الجديدة ويعمل تحريات جديدة تختلف عن التحريات السابقة، وتلاقي في القضية تحري أو اتنين أو تلاتة أو أربعة حسب اللي أنا بقول عليه ده. أنت بقراءتك وخبرتك في الموضوع ورؤيتك الصاقبة للموضوع، هل التحريات المتعددة في الواقعة دي حصل فيها تناقض؟ هل التحريات المتعددة دي استبعدت ناس ودخلت ناس؟ طب سندها ايه في كده؟ لان ده دور مهم قدام المحكمة ولازم تتمسك بيه في دفاعك قدام المحكمة. التحريات اللي عمالة تتعدل كل يوم دي، هل المباحث قاعدة لتفصيل تحريات حسب هوى المبلغ او المجنى عليه، ولا في واقعة محددة اساسية لازم تجرى عليها التحريات؟ كل هذه الامور تتضح من خلال القراءة الجدية لمحضر القضية، سواء في الاستدلالات او في تحقيقات النيابة. وعايز اقول ان انت بتقول بتشوف برؤيتك حسب قراءتك للموضوع وحسب خبرتك في مثل هذه الامور وفكرك وملكاتك القانونية، لك رؤية وبتعرض، والقضية بتتعرض على المحكمة. المحكمة هي لها الكلمة العليا ومطلق الحرية والتصرف فيها، ويكون كل شيء في ايد المحكمة. فانت لما بتيجي بتحضر قدام المحكمة، يعني انا اوصف لك انت بتحضر ازاي. اولا لازم تحضر قدام المحكمة بالشكل اللي انا فيه ده الاول، بدلة كاملة والروب على البدلة وهندامك واثق من نفسك وداخل بخطى حديدية واثقة، وما تروحش الجلسة ساعة ما الرول بتاعك بيتندي، يعني لسه بيقول المتهم فلان فلان انا حاضر معايا فندم، لا ما ينفعش. ده شغل ايه؟ شغل كتبة قدام المحكمة، مش شغل محامي. انما في الجناية لازم تعمل الاتي، تروح القاعة بتاع الجلسة قبل الجلسة بنص ساعة او ساعة على الاقل، تقعد تفتح ملف القضية قدامك، ولازم تدخل في الجو النفسي ومود بتاع محكمة الجنايات، وتخلي ذهنك تماما من اي شوائب اخرى، تمسح دماغك تماما الا القضية اللي قدامك، كل شيء في حياتك تنساه الا القضية اللي قدامك،
وتركز في كل كلمة هتقولها، لأن كل كلمة هتقولها محسوبة عليك، وهتبقى مش محسوبة عليك بس كدفاع، محسوبة على موكلك، وهتبقى مؤثرة في حق موكلك وفي حق مستقبلك. وانت داخل على المحكمة، اول ما بتيجي تدخل القاعة او اول ما يتنادى على الرول، احنا انت قعدت في القاعة تعيش الجو النفسي بتاع المحكمة، بتاع محكمة الجنايات، عشان تاخد ملكة الدفاع في محكمة الجنايات. اول ما يتنادى على القضية بتقف قدام منصة الدفاع، زي ما انا قاعد كده ومنصة الدفاع قدامي، ما بتقفش قدامها، ما تبقاش لازق قدام القاضي على المنصة، لا، انت بتقف قدام منصة الدفاع، يبقى فاصل بينك وبين المحكمة، وهو ده شرفك في الدفاع. انت مش حاجب ولا مساعد عشان هتقف قدام المحكمة تناولها ورق. انت حتى ما بتيجي تقدم حظ مستندات او مستند او اي شيء للمحكمة، بتناوله للحاجب، بياخده يديه لهيئة المحكمة. اولا في محكمة الجنايات عشان اثبات الحضور، عشان ما حدش يعلق عليها، اثبات الحضور بيبقى مع سكرتير الجلسة قبل الجلسة. سدد دمغتك وتثبت الكارنيه بتاعك في الجلسة مع سكرتير الجلسة قبل الجلسة، عشان القاضي ما بيثبتش حضوره على الكلام ده، القاضي يثبت بس دفوع ودفاع قدامه في الرول بتاعه، وسكرتير الجلسة بيثبت في محضر الجلسة كل هذه الامور ودفاعك كاملا. دخلت كده قدام المحكمة، طبعا بعد ما جهزت نفسك وكتبت وعملت الدفاع بتاعك، لازم اولا طالما عددت اداءك جيد ودفاع جيد، تبقى داخل قدام المحكمة واثق الخطى وواثق من نفسك في ابداء دفاعك وفي اسلوبك. ليه؟ لما تكون داخل على المحكمة واثق بنفسك وفي اسلوبك وفي دفاعك ودفوعك، هذه الثقة بنفسك بتصل الى هيئة المحكمة بالايحاء. ليه؟ لان المحكمة قرأت ملف القضية زيك بالظبط وزيادة شوية. محكمة الجنايات بتقرأ القضية قبل الجلسة زيك وتحضرها زيك بالظبط وزيادة شوية، لانك لما بتحضر قدام المحكمة غير محكمة الجنح والمحكمة المدنية، بتتفاجئ ان المحكمة بتناقشك في امور دقيقة في الجناية، ما بتعديش بالسهل كده، بتناقشك وتجادلك فيها، وقد توجه النقاش الى المتهم وما الى ذلك. يعني لابد تبقى داخل دفاعك حديد واثق من نفسك، ده يوصل كله بالإيحاء لهيئة المحكمة. وطبعا بعد اللي احنا اكدنا عليه من دخولك زي ما احنا كده بالشكل ده، بهندامك الرسمي الرزين، بحيث وقارك يضفي الى المحكمة ثقتك بنفسك واحترامك لنفسك، ويعود ذلك عليك من رؤية المحكمة لك. وانطباع المحكمة عنك في ابداء دفاعك ودفوعك، تكون المحكمة واثقة انك انت راجل قرأت قراءة جيدة وعددت دفاع جيد وبفن. لأنك لابد في هذا المظهر اللي احنا عادين نأكد عليه، انك تكون سفيرا لمهنة العظماء أصحاب الرداء الأسود، القضاء الواقف قطب العدالة. فإذا كان ذلك ونودي على القضية، زي ما قلنا اول حاجة انت بتعملها زي ما انا لسه بقول من شوية، بتقف قدام منصة الدفاع وليس امامها. تقف على منصة الدفاع زي ما انا قاعد كده على المكتب، تبقى المنصة قدامك وانت واقف وراها، يبقى هي فاصل بينك وبين هيئة المحكمة، ما تقفش قدامها على المنصة بتاع المحكمة. انت لك منصة الدفاع والمحكمة لها منصة للمحكمة للحكم وتطبيق القانون. اي كلام في دفاعك وانت بتقوله للمحكمة توجهه لهيئة المحكمة. واذا كان هناك مجني عليه او مدعي بالحق المدني حاضر الجلسة، تتركه يتكلم الاول، سيبه يتكلم الاول ويقول اللي عنده كله الاول، وما تقطعوش ولا تتدخل في حواره بالمرة،
ليه؟ لأن حواره موجه للمحكمة مش موجه لك. لساحة المحكمة مش ساحة نقاش بينك وبين الطرف التاني. تبقى عارف اللي لك واللي عليك عشان ما تنتظرش توجيه من المحكمة بكده، لأن كتير بيحصل أخطاء دي ويقاطع الزميل وتبتدي المحكمة تقول له ما تقطعوش ما تدخلش يا أستاذ تعالى اقعد مكاني يا أستاذ أنا القاضي أنا الحكم في الموضوع، ويبتدي بقى إيه الكلام يتقال لك كلام ما يصحش في سنك وانت بتحضر قدام محكمة الجنايات انك تسمع الكلام ده. لازم تبقى عارف اللي لك واللي عليك واسلوبك بالظبط وتحترم شخصية زميلك. مفيش خصومة شخصية بينك وبينه، انتوا زي اللعيبة في الملعب، هو يقوله اللي هو عايزه في دفاعه ما تقطعوش، وبعد ما يخلص تبتدي انت في القاء دفوعك على المحكمة وتثبتها في محضر الجلسة. البند اولا بدفع بكذا، ثانيا بدفع بكذا، ثالثا بدفع بكذا الى اخره. خلص دفوعك 5-6-10 دفوع زي ما انت عايز، خلصهم مجملا الاول، وبعدين ابتدي اشرحهم بند بند عشان خاطر توضح ليه الدفوع اللي انت قلتها دي، ايه وجه تفسيرك لها امام المحكمة والمبرر لها اللي بيه بتقصر اسانيد الاتهام ضد المتهم. وانا ليه بقول ما تتدخلش في دفاع المدعي بالحال المدني او المجني عليه؟ لان دائما المتهم اخر من يتكلم. يعني انت هتنيك تتكلم للصبح هو ملوش يقاطعك، هو لو اتكلم 5 دقايق اتكلم انت ساعات، لان انت اللي بتدافع عن المتهم. ابدي دفاع قوي ووجه كل كلامك للمحكمة، ما توجهش لاي شخص في القاعة خالص اي كلام، كل توجيهك لرئيس المحكمة. لو عايز تستجوب شاهد وجه كلام، وجه طلبك لرئيس المحكمة. عايز تستجوب او تناقش اي واحد من اللي احنا قلنا عليهم قبل كده، سواء التحريات او شهود الواقع او التقرير الفني او اي شخص في هذه الواقع عايز تناقشه، قدم طلبك للمحكمة، وجه طلبك للمحكمة بمناقشة فلان الفلاني، فالمحكمة بتكلف النيابة باستدعائه وبتناقشه في الجلسة اللي بعد كده. لما تيجي تناقشه في الجلسة اللي انت طلبته للمناقشة، سواء ضابط المباحث او المعمل الجنائي او الطب الشرعي او الشهود بتوع الواقع وعايز تناقشهم قدام المحكمة، لما تيجي تلقي سؤال على اي من دول في مناقشته، بتوجه السؤال عن طريق المحكمة مش منك لهم مباشر. يعني انت بتقول لرئيس المحكمة انا عايز اوجه السؤال للحاضر بكذا كذا كذا كذا، تقوم المحكمة توجه له السؤال. بيبقى توجيه السؤال منك للمحكمة والمحكمة هي اللي بتوجهه للشخص المستجوب او اللي انت بتناقشه، وبيثبت كل الكلام ده في محضر الجلسة وبيثبت دفاعك في محضر الجلسة. بعد ما تناقش الشهود وبعد ما تلملم كل العناصر دي، بتبتدي تقول الدفاع بتاعك بالنهائي بطلب براءة المتهم تأسيسا على كذا كذا كذا. ولو كان الشهود دول تناقضوا في أقوالهم، لو كان ضابط التحريات تناقض في أقواله أو أهدمت تحرياته، أو الطب الشرعي من مناقشته أثبت شيء غير اللي مكتوب في التقرير، كل الكلام ده كله لمصلحة موكلك بتأسس عليه طلب البراءة وتطلب البراءة عليه. وبعد ما بتكون فنت كل أسانيد الاتهام، وزي ما قلت دفاعك القوي الصلب هو المعول اللي بتقصر بيه أعمدة وأدلة الثبوت لمصلحة موكلك، لتحصل في النهاية على براءة موكلك بالدفاع المرتب المنظم الواثق الخطأ. أعزائي، الحديث في ذلك يطول ويحتاج إلى عدة حلقات، ولكن سنعد ذلك إن شاء الله وحسب تنوع الموضوعات، ليكون في قضية القتل حلقة، وفي قضية السرقة بالإقراح حلقة، والحريق العمد حلقة، وإلى آخره من الموضوعات. سنعد حلقة لكل جريمة محددة بواقعة، وقد تكون قضية حقيقية نعرضها على الساحة، تم فعلا الدفاع والحكم الذي حصلنا عليه في القضية، كنوع من طرح الفكر القانوني لأبناء الزملاء وإخواني الزملاء.
في فكر لبناء فكر قوي وعقيدة قوية إن شاء الله. أتمنى أن أكون قد وفقت وحصلت على رضاءكم جميعا، وإلى اللقاء في حلقة أخرى إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.